السلام عليكم. إذا هذا تمرين في النشر، إذا ديفلوبي بو ريدوير لي زيكريتور سويفونت. إذا نبدأ بأول عملية. إذا أ كتساوي لنا 7 إكس ناقص 1 جوج إيكغيك ناقص 8. إذا أون ديستريبيو 7 إكس سور سي دو تيرم. إذا 7 إكس غادي نضربوها في جوج إيكغيك، إذا 7 إكس غادي نضربوها في جوج إيكغيك. 7 إكس كذلك غادي نضربوها فاش؟ في ناقص 8. دائما العدد تستعملوه بالإشارة ديالو، الإشارة اللي كتسبقو. إذا 7 إكس في ناقص، إذا حدو الإشارة هي الأول، 7 إكس في ناقص 8، يعني زائد 7 إكس في ناقص 8، زائد في ناقص هي ناقص، إذا 7 إكس في 8، ناقص 1 في جوج إيكغيك، ناقص 1 جوج إيكغيك، ناقص 1 في ناقص إيكغيك، ناقص في ناقص زائد، إذا 1 أولا ناقص 1 في ناقص 8، إذا ناقص 1 في ناقص 8، ناقص في ناقص زائد، إذا كتبقى لنا 1 مضروبة في 8. إذا 7 إكس في جوج إيكغيك، إذا 7 إكس في جوج إيكغيك هي في الأصل هي 7 في إكس في جوج في إيكغيك. إذا 7 في جوج هي 14، يمكن لي نكتبها هي 14 إكس إيكغيك، إكس إيكغيك ميمكنليش نحسبها. إذا ناقص 7 في إكس في 8، إذا 7 في 8 56 إكس، ناقص جوج إيكغيك زائد 8. إذا هنا واش يمكن لي نزيد نسامبليفي؟ حنا عندنا إكس إيكغيك، عندنا إكس، عندنا إيكغيك، إذا ميمكنليش نحسب نجمع مثلا هاد الحد مع هاد الحد، لأن كنجمع إلا كانت عندي إكس إيكغيك مع إكس إيكغيك، أولا إكس مع إكس، أو إيكغيك مع إيكغيك. إذا هنا هذا هو النشر ديال هاد العدد هذا. دابا غادي ندوزو للعدد الموالي اللي هو العدد بي. إذا في النص خصكم غير تنتبهوا الإشارات. إذا عندنا ناقص 4 ناقص 5 بي، إذا هنا نتبهوا الإشارات مزيان. إذا دائما في الأول كنحددوا الإشارات. إذا عندنا ناقص 7 مضروبة فاش؟ في ناقص 4، ناقص في ناقص زائد، إذا 7 في 4، 7 في 4 ناقص 7 في ناقص 5 بي، ناقص في ناقص زائد، إذا 7 مضروبة في 5 بي. دابا ندوزو ناقص 2 بي، ماشي 2 بي، دائما قلنا العدد بالإشارة ديالو. ناقص 2 بي نضربوها في ناقص 4، ناقص في ناقص زائد، إذا 2 أ مضروبة في 4، ناقص 2 أ مضروبة في ناقص 5 بي، إذا ناقص في ناقص زائد، إذا هي 2 أ مضروبة في 5 بي. إذا دابا غنحاولو نبسطو هاد الكتابة، كنديرو عمليات الضرب. عمليات الضرب هي الأولى، عمليات الضرب. إذا 7 في 4 28، 7 في 5 هي 35 بي، إذا 2 أ في 4 هي 2 في 4 هي 8 أ، إذا عندنا 2 أ في 5 بي، إذا هي 2 في 5 إذا هي 10 أ بي. هاد الكتابة كتبقى كما هي. سي، إذا عندنا ناقص 3 إكس ناقص 5 1 ناقص 4 إكس، إذا ناقص 3 إكس مضروبة فاش؟ في 1، إذا ناقص 3 إكس في 1 راه هي ناقص 3 إكس، يعني بلا ما نستعملها مباشرة نكتبها. ناقص 3 إكس مضروبة فاش؟ في ناقص 4، إذا ناقص في الناقص زائد، إذا 3 إكس في 4 إكس، ناقص 5 في 1 هي ناقص 5، ناقص 5 في ناقص 4 إكس، إذا ناقص في الناقص زائد، إذا هي 5 في 4 إكس، إذا ناقص 3 إكس
3 اكس في 4 اكس، اذا 3 في 4 هي 12، و اكس في اكس هو اكس اس 2 ناقص 5، 5 مضروبة في 4 اكس اذا هي 20 اكس. اذا هنا واش يمكن لي بسط الكتابة؟ اذا كنلاحظ بان عندي اكس وعندي اكس، اذا ممكن اذا نكتبو 12 اكس هي الاولى، اذا ناقص 3 اكس زائد 20 اكس ناقص 5. هنا رتبنا الاعداد، غيرنا الترتيب ديالها، ولكن حافظنا على الاشاره، دائما نتابعوا الاشاره، العدد تبقى بالاشاره ديالو. اذا 12 اكس كاري ناقص 3 اكس زائد 20 اكس، اذا هي 17 اكس ناقص 5. دي اذا ناقص اكس زائد 3 جوج ناقص اكس، اذا ناقص اكس مضروبه في جوج، اذا ناقص اكس مضروبه في جوج، ناقص اكس مضروبه في ناقص اكس، ناقص في ناقص زائد كيبقى لنا اكس مضروبه في اكس، زائد 3 في جوج هي زائد 3 في جوج هي 6، وزائد 3 في ناقص اكس اذا زائد في ناقص ناقص، اذا 3 مضروبه في اكس، اذا ناقص جوج اكس زائد اكس كاري زائد 6 ناقص 3 اكس. اذا نبدل الترتيب، اذا كنلاحظ هنا اكس هنا اكس، اذا يمكن لي نزيد نبسط، اذا عندنا ناقص جوج اكس ناقص 3 اكس زائد 6، اذا اكس كاري ناقص جوج اكس ناقص 3 اكس هي ناقص 5 اكس زائد العدد 6.